بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله صيامنا وقيامنا وأعمالكم الصالحة إن شاء الله تعالى، جعلها إن شاء الله مقبولة ومبرورة إن شاء الله تعالى. كما تعلمون البعض يصاب بمرض معين في نهار شهر رمضان، يذهب إلى الدكتور، الدكتور يعطيه وصفة معينة ويعطيه توجيهات معينة. فهي توجيهات الدكتور، شنو القصة، شنو الكلام؟ يعني إذا الدكتور قال لي مثلا أفطر، مرات الدكتور ينطيني دواء يقول لي هذا تتناوله بالنهار، وينطيني دواء يقول لي تقدر تتناوله بالإفطار وبالسحور مثلا. يعني أكو نوعيتين من الدواء والعلاج واحد، ولكن مرة يكون الدواء ثلاث أوقات، مرة يكون وقتين. فبإمكانه طبعا هنا واجب أن يأخذ الدواء اللي هو أبو وقتين يعني كما تعلمون. قول الطبيب إذا كان يوجب الظن، يعني الدكتور قال أفطر أو الدكتور قال صوم، قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرار، إذا قال لي مثلا الدكتور قال لي صوم على سبيل المثال، وأنا إذا صمت بهاي الحالة راح أصاب بضرر، أنا أعلم أني سوف أصاب بضرر، يوجب ماذا؟ يوجب الضرر. نعم، أنا أعلم أنه الصيام بالنسبة إلي فيه احتمال الضرر، أنا أعلم أن الصيام بالنسبة إلي أظن أنه يحصل معه الضرر. لاحظ هنا في هذه الحالة جاز له الإفطار بغض النظر عن قول الدكتور، كأنما هو الإنسان على نفسه ماذا؟ على نفسه بصيرة. فإذا كان يوجب قول الطبيب الظن بالضرار أو كان يوجب احتمال الضرر، لاحظوا جاز لأجل ذلك الإفطار، جاز له الإفطار بلي. أما في بعض الأحيان الطبيب يقول لا ضرر عليك، ولكن المكلف بنفسه يعلم بنفسه أنه أكو ضرر. يعني الدكتور يقول له ماكو ضرر، لا ضرر عليك، روح صوم، ولكن هو بنفسه يعلم أن هنالك ضرر على نفسه، شلون وجدانا يعني. هنا في هذه الحالة أيضا جاز له الإفطار، أيضا للقاعدة كأنما الإنسان على نفسه بصيرة. بل يجب في بعض الأحيان الإفطار، يجب في بعض الأحيان الإفطار فيما إذا خاف المكلف الضرر على نفسه بسبب ماذا؟ بسبب المرض. بلي، فإذا كان تحمل الضرر بحد يحرم، في بعض الأحيان يحرم تحمل الضرر، يحرم تحمل الضرر، فإذا وصل الضرر إلى هذا المقدار فهنا أيضا قد يجب عليه الإفطار. طبعا وإذا أفطر الصائم كما تعلمون، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة، فقط القضاء. أسأل الله سبحانه وتعالى دوام العافية وتمامها بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.